للطريق ما عليناش. ديك الساعه كانوا دراري واحد الدراري مجموعين كنسمع هضره الدراري مجموعه. يا خويا بدر ويضربني بنص ساعة كني قدام هذوك الدراري. قولي والله واقسم بالله الا زدت علي مشكل راح نعش. اقول والله الا كسرت لها بيلك كضحك. لا دابا دابا انت غير زيد دابا فهمت دابا درها الخير. دابا هانتي شنو دابا سمعتي الهضره ديال الدراري وانت تهزي راسك؟ وانا هزيتش راسي يا سيدي. هو قال لك الدراري بقاو فيه مكتئب من بغي يضحكهم. لا ما يمكنش. لا شويه جبد ليا جنوي. هذاك الجنوي اللي كنت حاطاه انايا باش ياكل فيها يدير بها الزبده هادي هي اللي انت تذبح انا بها. كيفاش هذيك هي اللي غيذبحني بها؟ اه لا شي حاجه اللي مهرسهاش كلشي كلشي هرسني مع الكل عرفتي. وتجمعوا الجيران وتجمعوا كلشي تجمع وكاين الجيران مجموعين وكلشي والعائله ديالهم مجموعه ومدخلني كيقول لهم عن العز مع مرتي. تصور دابا قتله نايضه تا كتقول كتجيب المرأة كتدخل البيت تسد الباب ويقول لهم بغيت نعس مع مرتي. ها غادي يمشي كارثه. وانا السلام عليكم. بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا الا وانت من الناس الاوفياء ديال هذا البرنامج وبلا شك انه تعجبك. ما تنساش انك تخلي جيم وكومونتير وبارطاج. وبالنسبه للناس اللي عاد جاوا جداد وغيكتشفوا هذا البرنامج هذا مرحبا بكم معنا في العائله ديالنا. وان شاء الله هذه العائله تزيد تكبر وما بقى لنا والو باش نوصلوا 2 مليون. اللي مازال ما مشاركش يشارك وعلى الاقل خليونا غير المدينه ديالكم باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه عزيزه لهذا البرنامج هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير اخويا بدر؟ اختي صافا لاباس عليك مرحبا بك نورتينا. بارك فيك اخويا بدر. هانيه كلشي مزيان الحمد لله. امورك على خير؟ اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وصحتي الحمد لله. داكشي اللي كان اللي عنده صحته عنده الدنيا وما فيها. شنو الاسم المستعار اللي غتعطينا؟ حياة. انا متشوق نسمع القصه ديالك. وقبل ما نسمعوا القصه ديال حياة يلا فضل اللحظه كلشي دير جيم كلشي دير بارطاجي خلي شي 10 ديال لي كومونتير متابعين. واللي جاب 10 ديال لي كومونتير متابعين غادي نخلي السميه ديالو هنا باش الناس تدعمه. وعافاك اللي جاب 10 ديال لي كومونتير متابعين وخلي التسميه ديالو هنا دعمه. يلا كلشي خلي 10 ديال لي كومونتير متابعين واللي خلاها غادي نحط سميتو هنا صافي. مرحبا بك تفضلي حياة حاولي دكاع داكشي اللي بغيتي حنا تسمعوك حياة. غادي نبارك من كانت كان العمر ديالي 7 سنين. كان العمر ديالي 7 سنين عادية بحال بحال جميع الأطفال حياة عادية. الوالد ديالنا خدام علينا ما عندنا ما خصناش. ملي ندخل في 8 سنين جاني واحد المرض. يعني واحد المرض كنحس بحال ديالي بحال ما كنحسش بيه بحال شي وحده شي مرا غتولد وما كتحسش بظهرها. هذاك الاحساس كي كيجيني رهيب وكنمشي عند الوالده ديالي كنقول لها ما راه شنو كيوقع لها شنو كيوقع قولي لا بنتي راه كنضرب غير شي واحد الظهر. مع المبدا كنحس بان كرشي كتنفخ. انا كرشي كتنفخ صافي. داوني لواحد الطبيب عندنا عمومي ديال راك عارفين الحوم. الطبيب المهم دوز ليا قال لي عندك سخانة. عندك سخانة عطاني واحد الدواء. المهم داك الدواء ملي شربته مبقيتش انا كنهضر شربتي الدواء ومبقيتيش تهضري موراها؟ لا مبقيتش نهضر حيتاش لانه انا ما مرضتش بالسخانة. انا عندي مرض اخر عندي مرض اخر مغاير على داك مني شافوني ما بقيتش نهضر وهذاك الشيء كيجيو الناس بحكم حنا زعما غير في الباديه ماشي نقول لك شي الناس مدينه عارف تقن ولا ما عارفينش كي
كيجيو الناس كي لا راه هادي راه بقينا مسكينه مريضه ديال السادات ديال هنا ديال هنا زين هزون ازني باومي قدام واحد السيد داك السيد كان فيها واحد الراجل كيقول لك نقولوا حنا شريف شي سيد واه قلت له شريف قلت كي قلت كيهضر معايا انا ما كنهضرش بحال الديزونت انا كنحس بالحريق وكنحس بس ماشي هو هذا كنهضر خويا بدر ما بقى كنقدرش نهضر صافي قال لهم لا هذا فيها زيزون فيها شي جن زيزون قلت العمود اخويا بدر جن بدل مش حيطاك ومدت العمود ثلاث العمود انا مثلا غوت ما والو حجر فيها زيزون كان ضربه باش يخرج هذاك الطاق عادي الزوني عم تاني ردوني للدار الفقدوا الامل صافي يعني بقيت كما نقولوا احنا غير مغطيه ومسنيه الساعه ديالي صافي وكاش غادي صافي والكرش ديالي غدا وغدا كنت نفخ غدا كنت نفخ عمي انت عمي كان عندها العرس كان عندها العرس وحنا عندنا ديك الساعه غير بيت واحد والولد ديالي وجا عمي غير يحد من عارف داك العرس وطرا عمر عنده جا عندنا وانا كيقول الولد ديالي انا هذه الكلمه خايبه ما بقاش واخا كبرت دابا والحمد لله زعما حاولنا نتخطاها ولكن هذه الكلمه ما تنسانيش كيقول لها ما جبد الاسم ولا افلانه راه بنتك كتموت كتقول له انا اش غندير لها اوكي اش غندير لها غندير وكل نهار بقيت بحال هكا لغدا الصباح بنت عمي غادي تمشي عند راجلها المهم قالت لها راه قالت الوالده ديالي بلي غتمشي معايا قالت لها الوالده ديالي ما نقدش البنت مريضه وهذه وهذه قالت لها لا راه تمشي معانا المهم زوني داروني في واحد الطوموبيل غطوني بليزار بحال شي ميت غاد جينا لواحد ديك المدينة هبطنا هبطو العروس هزوني أنا طلعوني للدار أنا طلعوني للدار بحال شي مرا حاملة بالعمر ديالي ديك الساعة 8 سنين وأنا حاملة بحال أقول حاملة فهمت كرشية وميتو هما تيشطحو وتياكلو التمر وكيعرف العرس ويدخل واحد السيد واحد الراجل ويشوفني ويسكت لهم الموسيقى قال لهم واش نتوما يهود واش نتوما مسلمين ولا يهود واش البنت كتموت قدامكم والعروقه سي منها والكرش قداش وانتوما كتشطحوا بحال الناس شي حاجه ما واقعه مهم الحمد لله كان سبب مسكين داك السيد داوني للسبيطار دخلوني سبيطار الاطفال لقاو بانني انا مني جاو زعما ديروا تحاليل باش يشوفوا نوع المرض لقى هذيك الدواء اللي كنت كنشرب انا بحال نقولوا حنا خربق لي داك الدم الكريات الحمراء ما بين صافي تخربقوا ما بقاش يعرفوا شنو نوع المرض كيعرفوا ما عرفوش صافي شويه قال الوالده ديالي غادي تشري واحد المهم بحال نقولوا حنا مدل تحليله باش نعرفوا نوع المرض باش نفرضوا له الدم بس هو اللي ديال الشيء والحمد لله ما كانش عندي ماشي مرض خايب كان عندي غير الماء السنسول نفس السنسول اللي كان نافخ الكرش بقيت في السبيطار ديك الساعه شي مهم 6 شهور وانا في السبيطار الحمد لله خرجت من السبيطار رجعت نقرا من بعد اخويا هذاك المرض غادي نحط النقطه من 8 سنين غنمشي 2017 شكاش فهمك شكاش فهمك ديك الساعه غنحطو النقطه ديك الساعه كانت 8 سنين كنت مريضه شنو هي ما سمعتش الحمد لله شنو كان عندي 8 سنين 8 سنين في 2017 لا ماشي 2017 قلت لك كان عندي 8 سنين ملي كنت مريضه وفي 2017 هادشي يعني الحمد لله ما بقيت يعني ممنوع مني وقع لي هذاك المرض يعني الوالده ديالي فشتني وقريت وهذا يعني انا زعما مريضه ما فهمتش ما غنتزوج ما والو
ولكن في 2017 خرجت من المدرسة لشي ظروف. خرجت من المدرسة مجا واحد السيد مهم جابوه شي ناس يخطبني. هذاك السيد احنا ممكن نعرفوه وصراحة ما سولناش عليه. اللي عارفين هو انه عنده الدار ديالو خدام شي اللي عارف اللي كنت عارفه ديك الساعة. انا العمر ديالي كان الساعة 16 عام وما بين العقد والعرس ما شهر مشي ثاني ما هدرت معاه ما عرفت ما تشي مشي جهد واخويا بادر ماشي بنادم الو عافاكم كلشي دير جام باش ما يحبش اللايف. الو وي كنسمع كنسمعك اخويا صافي في ليلة الدخول اخي بادر تكافس علي كارفص علي ضربني بحال ماشي بحال شي واحد لقاك في زعما شي مشي ضربو ولا شي حاجة وتهد علي مهم انه ما بحال بحكم صغيرة ما كنعرفهاش بقيت بحال هكا نهار ثلاث ايام عاوتاني هي الزريعه وداك الشيء كازي كناكلو زريعه قال لي الزريعه كتاكل هكا واش الزريعه كياكلو الناس هكا انا بقيت نشوف فيه حيت انا ما عرفتش الزريعه واش باش كتسنكل يعني انا نورمال الزريعه عاديه ناكلوها شويه قال لي شوفي انا غنخرج ويلا دقدقتي في الشرجم ولا في الباب غنقسمك على جوج خرج نعس دمو وبقيت من 11 الليل حتى 7 الصباح حتى تناضو وانا جالسه ما فهمت والو يعني مشكله لا شيء ما كاين حتى شي حاجه زعما علاش بلا نخرج ما كاين والو باقا انا عروس نهار 3 ايام الصباح حل عليا الباب قال لي شنو حوايجك دابا تمشي لدارك دابا هادشي اللي غدا الصباح دابا تمشي لداركم نهار 3 ايام غتمشي لداركم شنو تقولي للناس انا بشرف قايل الحمد لله عندي ورقه الطبيب يعني علاش غندير نهار 3 ايام فهمتي انا بقيت نفكر داك الشيء جات عندي عدوز اي بقات لها تهزر فيا وهادي وحقا يكون دايروا لها شي حاجه وحقا عينو وكذا تضمن غلقت عليا بالهضره ما عرفتش شنو خرجت نعطاتو ما عرفتش نعطاتو ما فهمت جا واحد اخر خرج كان كيعيرني وكيسبني من جا واحد اخر سيد ما جا كيحبني من راسي وانا يا كنبغيك وانا كذا وانا كذا ما عرفتش تبليت قلت صافي واخا ماشي مشكل جلسنا صافي من هذاك النهار نهار 3 ايام صافي تما بدات صافي بان وجهها الحقيقي ديالو يعني زعما ما صافي كان كيقول لك واحد المثال اللي كتشطح ما كتغطي وجهها وليت اخويا بدر تلنا كل العصا مع العصر 11 الليل 12 الليل ملي غيدخل وغيكمي انا هي الطفايه انا هي الطفايه خويا انا هي الطفايه كيكمي وكيحط عليا كفرو كيقول لي بلي انا كنستمتع وانا كنشوفك كتعذبي وايلي شي ديوا قبل ما تكمل عافاك الكوموند كلشي ديما عافاك هاي كلشي ديما في الكوموند عافاك هاي حياتي سكينة عافاكم كلشي ديما ليش دايما ليا قبل ما تكمل القصة ديالها حياة سمك
شنو كنتي؟ سمعني ما تريليش شفت فيك قولي لي كتشوفي فيا. ما تعرفش تتعامل معايا يعني شحال من واحد السن. والحاجه اللي زوينه فيه هو انه ملي يجي عندي شي واحد يتعامل بانه كيبغي يعني قدام الناس يبين بانه داك الزوج المثالي انه ما كاين حتى شي واحد بحال اللي ما خاصك لا غير له ولا عيشه السعاده. لا كيعنقني وكنبغي مرتي وانا خديت امر زوينه وانا كذا المهم بقيت بحال هكا يعني لا الضرب لا الضرب صافي. المهم جاو الناس جاو واحد السيد من العائلة ديال الراجل الكبير وداك الشيء جا بغا يصالحونا زعما من شافو كيضرب منو نجي نتشكى جا قال لهم مرتي باقا صغيرة وهذا وحشوم عليك وهادي وهذا وصافي. هادي انا داك الراجل بغيت زعما تنقولو زعما نعاودلو دابا هاد مي حقو ما قال ليا كتبغيه بغيتيه عجبك ياك عجبك دخلني خويا بهضر كلاني تاني بالمو كلاني راجل كبر مني طوعا بغي انا كيفاش باقا بنت عروس عتبغي راجل كبر من بواها ما تدخلش العقل هادي كاع مثلا عادش تدخل بصفة نهائية صافي. هاديك شوية صافي شرط قالوا إما غادي زعما تتعامل معاه مزيان ما غاديش تخرج من دوها لدارها صافي. كاع شوية قالوا له سير خرج أنت وياها حنا في بحكم حنا في المدينة خرج أنت وياها تمشى وداك الشيء قلت لهم صافي. خارج يقول لي عينيك يشوفوا في رجليك عينيك شوفو في رجليك وما تطلي لا في اليمين لا في اليسار صافي. داكشي اللي كنت كنشوف في رجلي كنشوف في رجليا دابا خاصك تكون غادي تبقى تشوفي في رجليك واه تشوفي في رجليك ما تشوفيش اللي حداك ولا ما تشوفي حتى حاجه. دابا هو المهم بعد هو دابا هو كيجيب له الله انا غنهرب باش ما نعقلش على الطريق باش ما نعقلش على الطريق خاصك تبقى تشوفي في الارض باش بحال الدروة باش هي بحال كيتلفني باش انا ما ناقلش على الطريق ما عليناش. ديك الساعة كانوا دراري واحد دراري مجموعين كنسمع هضره الدراري مجموعة يا خويا بادر ويضربني بنص ساعة كني قدام هذوك الدراري قولي والله وأقسم بالله إلا زدت عليه مسكين راه ناعش على والله إلا كسرت لها بينك كضحك. لا دابا أنت غير زيتي دابا هو توا دابا فهمت دابا درها الخير دابا هانتي شنو دابا سمعتي الهضرة ديال الدراري وأنت تهزي راسك وانا هزيت راسي يا سيدي هو قال لك الدراري بقاو فيه مكتئبين بغي يضحكهم
الا ما يمكنش الا واسمع ودابا غنسمع اسمعني والله قسما بالله الا بصح بصح قسم بالله العلي العظيم بابا كيفاش بغيت يضحك دابا دومي ديالك دفت عليك دابا واش دابا واحد دابا باش نفهم باش نفهم هادي كانوا جالسين الدراري باش يضحكهم ضربك في الناس هو مريض نفساني انا باش نجيك لا جاوبني على هادي بدا لا لا جاوبني على هادي دابا باش يضحك الدراري اه ضرب مراته قدامهم بس باش يضحكوا شوف حيت انا يا خويا دكتور هو ما كانش معتبرني مرته واش معتبرني حيت شي وحش معاه ولا شي حاجه فهمتي ما معتبرناش مرته هو اصلا فهمتي اصلا ما كانش باغي يتزوج امو هي اللي دزات عليه باش يتزوج اختو قالت له لا تجوجتي اختو قالت له تجوجتي غادي تولي مزيان ما تبقايش فوق معصب ما تبقاش مريض انا مني صافي ضربني وداك الشيء وضحكوا الدراري ترى ضحكت معاهم صراحه المهم واش غدير ضحكت عليك دابا قلبتيها ضحك زعما راه غير ضحك زعما هذيك ماشي ضحك حيت دابا انا من شفتو دابا طيحني تاكدت انه مريض صاحبي تاكدت ما فيهاش دارت ما فيهاش ما حتى منطق واخا انا كنت غير عليا نفترضوا انك انت كنت غير عليا يا سيدي كنت غير عليا من الرجال هكا ياك واش غطيحني قدام الدراري باش نضحكوا الدراري شنو هي الغيره شنو هي والله الا بزاف شنو هي الغيره صافي بجي زعما مشيت عندها قلت لها راه ورقتك شنو دار ليها شنو دار لي طيحني حتى هي ضحكت يا ربي علينا لا كثرت لهم جد ضحك والله خاطر تكرب عني انا لابسه جلابه وديك جلابه جابتني زعما مرعبه ماشي تقول لها فهمت ترسيتي في جلابتك يا صافي هذيك تزرت شويه من الرجل ولكن معليش بر في سبيل هذوك من ضحكنا دوك الدراري في يعني يا ربي يا ربي قلت لك صافي هي جات قلت لها وليدي بالك ما حشمتي ما رايتي وما تبتي بهذيك الحاله الدراري مساكن بحكم ما لاش فيها قال لها خلقناها شويه خلقها على سامي انا وليت مهرج ويخلق السعاده ضرب مراته بالنص ضربها بنص باش الدراري يضحكوا قال لك حيدي يا مرتي قال لا حيدي يا امي خلي مرتي تجلس ايه هذي انا ما كنتش متاكد انا سي هذا المريض يعني انا كنقول زعما الا قتلني ولا ضربني غتمشي عليا بارده المريض هو دابا دخلنا عليه قبل هذا انسان طبيعي راه انا اللي كتقول لي راه كاين كيقول لك ما يمكنش هذه عمرها تمكن راجل غير يحك المرته باش الدراري يضحكوا مرات ما يمكنش تكون فعلا المهم صافي بقينا بحال هكا عاوتاني المهم انا كنهضر مع ويا ديالي لا والو هي مهم كلفه غا اختو هذاك الشيء كتهضر مع ويا ديالي تقول لها حكا راه ما فاهمينش راه ما باغياش ولا قلنا اش غتبغي دخلت عليك بالله اش غتبغي وحش كيضربك بالليل وبالنهار مفرشك عباد الله كيبغي يضربك قدام عباد الله بالعين باش يبان زعما راه راجل شنو غتبغي كيفاش غادي واخا نبغي انا نبغيه العقل ديالي ما يعيش ما نبغيش المهم قاصر هكاك بقينا بحال هكاك الضرب دائما داكشي وواحد الحاجه اخويا بابا لحني انا نادي بحال كنقول دابا انا ما كنشوفو تعطل جا باقي تعطل ما جاش كنبقى مسنيه باش يضربني اواش من ولفتي العصا من عنده تو اقسم بالله الا راني ما كنكذب عليك اخويا بابا كيفاش ولدي الدرجه اللي جيتي تسني جي باش يضربك قالك لحني مات انا كنحس اصلا كنقول انا راه العمود فيك فيك تاكل العصا تاكل العصا اي طريقه فهمتي يعني عساس لمي فهمتي يعني اصلا دابا الراجل العروسه شنو كتسنى راجل الله حقه باش يدخل ويجلسي انا ما كنتسناش هذاك الشيء كنتسنى راجل يجي العصا صافي وباش تاني الصباح وتاني نوضو تاني نهار جديد تاني ونفس الفيلم ونفس الاستوار دا هو الفيلم ديالنا انا وداك السيد واحد المره عاوتاني المهم هضرت مع الوالده هضرت مع اختو قالت له حشومه عليك وهادي وراها مرتك وراها كذا وكذا وتطمنا وباقا صغيره وما كاينش باغيها صافي
صافي نوضوها يا اختو، نوضوها بزاف مزيان باش زعما نوضوها انا نضرب الصح. قال الاختو انا اصلا ما كنتش باغي نتزوج، ما توري والو تزوج حتى باش درها قالو مع الاقل اللي كنتو كتقلبوا عليا نتوما لقيتو هذاك بدا درا العقل درت لهم الماعن دخل لي شي حاجه اللي ما هرسهاش كلشي كلشي هرس الماعن عرفتي وتجمعوا الجيران وتجمعوا كلشي تجمع وكاين الجيران مجموعين وكلشي والعائله ديالهم مجموعه ومدخلني كيقول لهم عن العزم مع مرتي تصور دابا قتله نايضه حتى كتقول كتجيب المراه كتدخلها البيت تسليها دابا نقول لهم بغيت نعس مع مرتي ها بعدين ماشي كارثه وانا اصلا عارفه ما عندناش معايا انا اصلا عارفه ما عندناش معايا انا عارفه ناوي يقتلني هادشي اللي عارف داكشي اللي دار مسكين هرس واحد الفاز هرسو وهز الفاز قال اليوم فيش رديتك شنو قال لك؟ اليوم فين شديتك؟ كيفاش اليوم اليوم اش؟ اليوم فين شديتك هذاك الفاز هرسو وخطا الدجاجة وعيطرني بها العنقي. المهم حتى ولد المهم عرفتوش واش كيجي ولا ما عرفتش، المهم هو اللي هرس الباب. صافي شدو قال له انت مشيتي راجل. قال له حشو كنتي راجل ما ديرش بلد الناس هكا. سمعتي غادي نوقفوا هنا وعي واحد الدقيقه لان بزاف ديال الناس هما تيصيفطوا لي دابا بان بزاف ديال الناس ما قدرش اللايف تيخرجهم ولا ما تيعطيهم باش كحله كما العاده باش انهم يقدروا يدخلوا عافاكم فهاد اللحظه كل شيء خلي لي كومونتير بقا تبركوا على هاشم عافاك وديروا بارطاج حيت يدخلوا لاباج ما تيلقاوش حتى اللايف ولا دخلوا تيلقاو كحل خاص من البارطاج انه باش يطلع لهم اخوان كل شيء بارطاجي فهاد اللحظه عافاكم طلب باش الامه حتى هما يدخلوا والاباء يدخلوا حيت بغاو يتفرجوا وقصه صراحه ديال حياه بغاو انا يسمعوها حتى هما فهاد اللحظه كلشي بقى يبارك على جيم ما تخسر والو انت هبط دير جيم وخلي شي 10 ديال لي كومونتير وبارطاجي حيت انت تبلوكا لي خاص كلشي يبقى يصيفط لي كومونتير باش تحيد لي انا البلوك سمحي لي قاطعتك حياه كملينا القصه حياه صافي اخويا بدر هرسو وهز هذيك الساعات المهم ناضت قال له زعما كنت راجل جد تواجه مع الرجاله ما تواجهش مع بنت حيت بنت ما دير لك فمشي بقى كيداك مع في الهضره هو يا داير له كبل عاني باش مخلي اختو تمشي عند الجوندار باش تجيب الجوندار فهمت يعني كيحاول يهضروا هذاك الشيء باش يبقى في الدار باش شي كي كان جاب الجوندار سيفيل يعني ماشي لابسه لا والو غا سيفيل جاو تشدوه اهلا واش داك المرا شافني قال له قال له قال لهاد المرا قال له شكون هي قال شكون هي هادي قالت له مرتو قال له ما حشمتيش قال لها اذن يا طه السيده قال باغي يقتلها قال لها ما حشمتيش قال السيد المرا قال لها غادي تتزوجي ما حشمتي ما عايتي السيد غادي خيطك في الحبس قدام ما هو انا شنقول وانا عشان كنرعد كنرعد وباقي نقش في رجلي باقي كلشي هو يقول لها هو جا عندي قال لي شوفي بنتي قال لي انا نوقف ما كتمشي بحال وشاف فيا الضرب بحيث فيا كنا لابسه كتابسه غير يعني كيشوف فيا الضرب ديال الصمت هذاك الشيء قال لي كيما عذبك كنعذب هذاك الجدارمي الجندار قال لي اما عذبك كنعذب المهم داوه لحقوا تهلاو فيه صراحه تهلاو فيه ضرب صح تهلاو فيه مزيان انا بقيت في الدار معايا واحد من عائلته واحد الراجل وداك الشيء داك الراجل عيط لويدا ديالي قال لها شوفي يا فلانه راه بنتك راه شنو شنو وقع لها وحنا غدرناك وما قلناش السيد مريض وشنو شنو انا نهضر لي غنهضر مع امي ونقول لها امي تعالي ديني تحت غيبت يا خويا بعد النوض اللي غنوض غنحل عيني كنلقاك عاد راسي نسيني خرجات امو من الحبس ولا تخرجات عاد وعاد الله فيه صوته ولا تخرجات قطعت الفلوس وخرجات مو لاباس عليها فهمتي رجعته المهم انا طايحه وهك ضربني بزبقه زرع على الفقيه زرع عليه قلت واحد ما يفقه عندي هنا في الدار وشي بشي بحالو وراك عارف الهضره الخايبه كيعاود داكشي اللي بقينا بحال هكا
عاوتاني انا بسنية حيت الوالده ديالي صافي بحالي بالنسبه لك الهضره معولت على الجن. لا ورنا حقا وهادي واخر مره واخر هذا كنديرو شي حاجه عندهم مع اخ هاد الفرصه لما زعما صافي لما الا ما دارش عقلو قبل الميكرو عافاك الحياه خلي الميكرو بحال الاول يا قالك غنعطيها هاد الفرصه الا ما الا ما تفادتش غادي صافي ود بنت قالت لها صافي هذاك النهار اللي غادي يدد فيه خويا بدر اللي زين اللي عاد قادت فيه كان الناس معايا بحالو بحال الناس شويه لاحين من الناموسيات لو واحد حدا الباب علاش روكني بحال ضربت لك لا انا يعني هزني ولا روحني بحال شي كركوبه بحال شي حاجه والله الا بصح ما هادشي واقع وعشتو ويا جاب الماء بارد من الفريغو وكبوا عليا الماء بارد وانا في الجنين دابا كنتي ناسه ويهزك ويرميك ايه وجاب الماء جاب الماء بارد ويكبوا عليك كيكبوا عليا هذا صاروا كيضحك عم بوحدو كيبتسم اها المهم بقيت بحال هكاك اخويا بهضر الغدا الوالده ديالو قالت له اختو غتمشي للمدرسه كتسجل داكشي كان تقريبا الدخول المدرسي عاد تسجل الوالده ديالو قالت له غنمشي نجيب واحد الورقه وغادي نمشي مع تسعود غنجي هو من سمع الوالده ديالو غادي مع تسعود اش دار فاق مع سته فاق مع سته فاق بكري فاق قال لي ديري الفطور نوض انا ثاني ليا طلبت له البيض هذه حطيت له الفطور عطيت له الزبده حطيت الجنوي لا يدير بها الزبدة أه أطاي جنوي يدير بها الزبدة بدا كده قال لي نقل البيض شعر نقل البيض قال لي ما تنقيش ما ينهرس لا يدير لا يدير شنو قال لك؟ قال لي قال لي نقي لي البيض أه قصري أه جيت غنقشر وقال لي ما ناش مهرس أنا نقيها الراس كيفاش ما فهمتش ما فهمتش عاودي دابا جيت تنقي البيض قال لك لا ما تهرسيهش البيض قال لي نقيه لي زعما نقيه وعطيه لي نابلو من جيت انا غنقيه له قال لي لا علاش؟ قال لي انا ماناش مهرس كيفاش ماناش مهرس؟ ما فهمتش زعما زعما راسي راه نقيه الراس بلا ما تنقيه لي تيا فهمتي انا انا قاد براسي ولكن علاش درتي لي ما كنبغيش نهضرش مع هاد المواضيع كنخليه صافي شويه كلا خويا تاكل نفسي ما فيا ما ناكل قال لي اصلا تمو الفنا بالخبز وتاي في داركم وهاديك المعيور وانا ما هضرت لا والو واش كاين شي وحده من عائلتك ولا شي وحده راه تيصيفطوا لي القصه ديالها راه بصح ياك كاين شي واحد كاين شي واحد من عائلتك ولا شي حاجه تيصيفطوا لي في الكومنت راه قصتك بصح اها اي ما عليناش اها مي هذيك خويا بهضر شويه جبد ليا جنوي هذاك الجنوي اللي كنت حاطاه انايا باش ياكل فيها يدير بها الزبده هادي هي اللي انت تذبح انا بها كيفاش هذيك هي اللي غيذبحني بها او يعني يحاول يذبحك بحال انا خلى واحد من المثال قال لك من زيتي قلاني لا بلا حيت جنوي قلت له خذ غير يحاول يذبحك ما قيسكش المهم انا نعاود لك المهم هذيك صافي قال لي غنجمع الطابله قال لي لا شفتو هز جنوي قلت صافي قلت صافي الساعة الساعة كما نقولو الساعة قربت صافي قال لي تسكي تسكي عطا ليا جنوي في عندي قال لي يا شكون هاد الدري اللي كتبغي ما كنبغي حتى واحد قال لي قلت لك كتبغي واحد هي كتبغي واحد ما تقولش تعاوديها قولي كتبغي واحد قولي بحال خاصك تقولي تقولي ايه ما تقولش لا قولي ايه قولي ايه وياك نحس العنق ديالي غادي كي فهمتي وديك الجنوي حافيه ماشي زعما ماضي يعني انا عارفه ما حافيه وانا كل واحد قلت له قلت له انا بزاف وكافيك والطعام اللي شركنا جي العشي جنوي ماضي هلوكا خويا ربي حبيبي عاد كون عام ماضي وما تعذبنيش يعني نحس بالحرقة غادة فيا نقول يا ربي ما تكونش غاشي جنوي صافي كنحس بها داك صافي غادة كيقول لي
انا شكون اللي قال لك تزوجي بيا؟ انا ما بغيتش نتزوج، وانا ملمحت لك ما كنتش نهضر معاك، شكون اللي قال لك تزوجي بيا؟ ها دابتي انا هنقتل، انا نطلق ما تصوري مني، انا مريض تخوت، انا مريض صافي. شويه كنسمع الدقان في الباب، شي واحد كيدق طق 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 في الباب، يقول له اصبر خلينا نسالي. صافي صافي وي مني قال له غنسالي شويه، مني ذاك الراجل ما بغاش يبعد منه، قال له اولدي يلا معايا عندك مية وكذا وكذا، اسمع الكمية وداك الشيء، هو يحط الموس حدا راسي ومشى. هذا تيتحسس هذا اللي بعدا راجلك؟ حط الموس حدا راسي ومشى، حطنا الموس حدا راسي انا جمعت كاع الموسات، يعني الجناوه اللي عندي في الدار كامل درتهم في صدري، وهذاك الجن ويني درتو في صدري، قلت انا باش ما يجي ما يلقاش باش يذبحني، ما يلقاش الجنون ما يلقاهاش. من يجا باش تعرف اخويا فاضل انه مريض، ما قاليش فين هي الجنون اللي كانت هذاك، ما قالهاليش. يقلب بحال شي واحد ضايع، قلب هنا كيقلب هنا كيقلب هنا كيقلب، يقول لي هذه فين حطوها؟ هذه شكون داها؟ ومع العلم كاين انا وياري ما كنتش شي واحد اللي يدي الجنون من غيري انا. ياخذ فرشيط شالي في عنقي، قال لي زعما داو زعما جنو صحابي ما عقلتلكش، ورا راه وقع ما عقلتلكش على القتل. صافي هذيك اخويا الناطر شويه حط الفرشيط بقى كيبكي، صافي ديري يا خواتي انا عنقتلك، انا هادي سيري لداركم، وانا ما نعيش معاك لا تيلا غيرك، وكيحبني وهادي وهادي وحبني من رجليا، انا مزوك قد يسيري بحالك وعن قتلك وهادي، وانت ما درتي لي والو، انا راه هكا انا هكا ما نقدر نعيش مع حتى شي وحده. انا التليفون عيط لي داك الدار هو داي اجي، قلت لهم امي تعالي ديني، قالت لي امي قالت لي ابنيتي اش غنقول البلاد، زعما غنقول وار غنقول الناس اش غنقول، انا مبغيتش نقول لها، قالت لي الهضره انا لازمتها له، غادي قال لي شي حاجه اخرى، قال لي شنو؟ قال لي ستة، قال لي عشيه نجي للدار ما لقاكش. صافي اخويا بدر من يمشى، قلت اخويا بدر انا عايق جميع اختمي والله ما نتاحر هنموت هنموت، يعني لا قلت صور قلت زعما هنموت هنموت، والله ما نصرف شي حاجه، والمهم غنتاحر ولا نتذبح. هذا هو الفكر اللي كان عندي انا، المهم خديت الكينات كل شيء صرفته باش درت محاوله انتحار، صراحه ما نكذبش ربي تسمح لي، درت محاوله انتحار. المهم جات واحد السيده من عائلته، بقيت نعاود لها كنت كنعاود لها، وريتها ديك الذبحه اللي في عندي، وريتها لحمي، وريتها الشعر مع الدم، ليها كيدير ليا كيدير ليا كيدير ليا كيدير ليا. تفكر بقيت نتفكر بو، كنت فكر الوالده ديالي انا باقا صغيره قاصر، بخو با هو اللي ملتزم بيا، لمت انا با يمشي للحبس، فهمت كنفكر فشي حوايج فهمتي. شويه هاديك الكلمه في الاذان مزهاوكه، في كاتلي شنو مكتانا شرب فينا شنو شنو يا ويلي. صافي داك مسكينه المرا السبيطار وداكشي، المهم الحمد لله ما بقى فيا حتى شي حاجه، عاوني كدو داكشي. جا في العشيه لقاني عاوتاني كليت خبطت العمود ضرب الصح. المهم في الصباح جات الوالده ديالي جداتني، جيت بحالي صافي الحمد لله، جيت بحالي للدار، جيت بحالي للدار، بقيت كما نقول لك ماشي كما لك اخويا بدر، تعدي عقده نفسيه من الرجال. يعني انا كنشوف راجل للزنقه غادي كنخاف، يعني كاين واحد التخوف، ما نقدرش نقول عيجي هذا راجل جايز عيجي اديني، يعني نقول لك سيدي داك الشيء اللي كان مارس عليا وداك التعذيب وداك العذاب، انا بقى في الداخل ديالي. صافي هذيك اخويا بدر بقيت بحال هكاك، بديت نخدم في واحد المدينه، وليت رجعت بحالي بحكم انا كيما قلت لك عندي تخوف من الرجال، وليت رجعت وليت تزوجت زواج اخر، تزوج زواج ثاني بغيت نقول الحمد لله كان مزيان، ماشي نكذب على الله كان مزيان التزواج عادي، استغفر الله العظيم. تو ولدت الولد ديالي الراجل ما بقى كيما نقول لك بقاش معايا مزيان، صافي تبدل حتى هو، صافي تبدل. انا قلت الحمد لله لقيت الراجل اللي غيعوضني، ولا
المهم عاون داكشي اللي داز عليا وداك التعيده ولا داك الراجل الاول وداكشي ما قلت لها عوض نقول عوض غير عند الله صافي هذيك الحمد لله ديك الساعة مع الأم ديالها وداك الشيء صراحة كانوا جميع أنواع زعما تكرفت الصراحة تكرفت وتمارة والعروبية راك عارف والحليب ونكسي وهذي وهذي وخا خوك صبرت قلت خل صبر ما عندي ما ندير فهمتي راك عارف طلعت هذي الطلق الطلق الأول والطلق الثاني وش غيقولوا الناس وش غيقولوا هذا صافي حاولت نصبر قلت أنا والدة ولد ما غاديش ندير صافي وليت عاودت حمايه الحمايه الثانيه صافي ديك الساعه طاح ليا بنادم طاح ليا بنادم عاودتني بس زعما شنو خويا بابا نشوف الماكله بعيني وما كيعطيوها ليش ناكلها ما تشوفهاش صافي علاش لانك انت ما كتنوضيش تشقاي معاهم ما تاكليش ما كتنوضيش تشقاي معاهم يعني ما غاديش تاكل صافي ما علم على بالك واش مريضه ولا نافسه ولا تغلق هذيك دبري الراس الراجل ما كيخدم له والو غير الدار كيفيق ثلاثه ربع هاد العشيه قيت اخويا صابر بقيت صابره 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 في الحياة حياه ما لقيت الخير لا في الاول ما هاد القيل في الثاني وزيدي تزيدي هم الاولاد زيدي تولد ثاني وزيد الولد الثالث وزيد تولد راك عارف وشكون هي شكون غيوقف معاك صافي اخويا بدر وليت عاوتاني طلقت من هذاك السيد طلقت منه ثاني واحد طلقت منه بقيت كنخرج نخدم على ولدي باش نخدم ما خليت فيه خدمت صراحه ما خليت اي حاجه بقيت انا نقول الحمد لله بغيت انا نكبر ولدي في الحلال نكبر ولدي انا نخدم يعني الحمد لله مادام عندي صحه قادره كيما نقول حنا نجيبها من في الصبح المهم انا ما نخليش شي واحد يشفق عليا اللي كاين اخويا بدر قيس بحال هكاك الحمد لله سهل عليا الله ودابا انا راه خارج المغرب نفس ديال الاوروبيه ما شاء الله الحمد لله هذه هي القصه ديالي وديتي معك ولدك ديتي معك ولدك للديار الاوروبيه لا قصه عندك غير مضحكاتنا وبكاتنا واش نقول واش نتمنى كلشي داي معاها فريمون قصتك صراحه زوينه بصراحه فيها شوف انا 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 خويا بدر اللي بغيت بغيت انا صراحه ان الهدف ديالي من هاد القصه باش نعاودها هو انه الله يرحم الوالدين الامهات بالخصوص اللي ولدها مريض او عنده شي عقده نفسيه او لما تكرفش بنت الناس ما يكرفوش بنت الناس راه شوف انا الحمد لله كبرت وليت لهاد البلاد واي واحد غيتمنى اوروبا اي واحد ياك ولكن انا خويا بدر ما مرتاحاش ما مرتاحاش هذاك الزواج الاول لعب لي على العقليه ديالي راه كيف ما كنحط راسي على المخده راه باقي الكويه ديال الكارو في يدي كنشوفهم بعض المرات ملي كنجي ندوش كنشوف كل شيء نشوف شي واحد غادي غادي في الزنقه كيكمل كنتفكر انا داكشي اللي داز عليا داكشي اللي داز عليا كامل كنتفكر اخويا با خويا من كامل كيولي يرجع لي وهاد الدم شكون اللي غياخذو تاخذو الوالده ديالو انا ما غاديش نتحملش المسؤوليه هو مريض ما كنحملش المسؤوليه هذوك اللي مرض لا نحملوها الامهات بصفه عارفه بلي باش هي عارفه ولدك مريض ما تزوجيش ما عمر الزواج كيدير العقل لا باش تكون فاهم ما عمر الزواج كيدير العقل اصلا الزواج هو هو كيطير العقل باش كيدير العقل فهمتك فهمتك اش نقول لك والحمد انا كما قلت لك انا خويا هذا هو الهدف ديالي انا كنتمنى خصوصا البنيات اللي مقبلين على الزواج يسولوا اول حاجه الامهات يسولوا على الراجل يمشيوا للبلاد ديالو يسولوا واش الدري مريض واش طبيعي ولا ماشي طبيعي يجي يخطب تشوفوه لاباس عليه عنده ولا عنده صافي الطبع وتقولوا صافي غنجوج بنتي لا ما ديروش القضيه صافي سولوا على وليداتكم وسولوا على بنياتكم وسولوا على هذا وكنتمنى يا ربي هذه القصه ديالي انا
تكون عبرة جميع البنات، ما تحطوش في الموقف اللي أنا طحت فيه، ما تحطوش في الموقف اللي طحت فيه. والحمد لله، والطلاق ماشي هو نهاية العالم، براو. وإنما الحمد لله كل كما قلت كل حاجة كتكون درس، كتكون درس الحمد لله، ويكون عايز الإيمان ديالكم قوي. والحمد لله الحمد براو. لله خويا هذا الشيء اللي كان اللي وقع لي أنا. شوف أنا مش مسؤولية شي واحد، كتكون قلت شي كتاب اللي غيوقع من كتاب اللي غادي ندوزو، وهذا مجرد امتحان من عند الله سبحانه وتعالى. برافو عليك، برافو عليك. بعد مين يقدر شي انك تكملي وتبداي في حاجه جديده في حياتك، والله الا برافو عليك، حاجه زوينه صراحه. عجبني شي واحد ملي تيطيح تيكمل ما تيبقاش طايح. تنتمنى من الناس اللي تيتفرجوا كلشي يدعي معاها، كاع لي كومونتير، كاع الناس اللي تيسمعوا القصه ديال حياه، كلشي يخلي لها شي دعوه. حياه مهمه، وقصتك عانيتي فيها بزاف، دستي من حاجه صعبه، ولكن الله يرزقك شي ولد الناس اللي يعوضك كاع هادشي اللي دستي منه، وتعيطي لي شي نهار وانت مزوجه وتقولي لي بادر عوضني ربي خير.